بهذا الفيديو راح اعلمكم كيف نرسم منظر طبيعي سهل وبسيط وحتى لو ما بتعرفوا ترسموا. اول شيء راح نستخدم اللون الازرق وراح ندهن فيه جزء العلوي من الرسم بهذا الشكل البسيط. بعدين حندمج اللون الاحمر مع الازرق ليعطينا اللون البنفسجي وراح ندهن فيه الجزء الثاني من اللوحه بهذا الشكل. راح نحاول ندمجه مع اللون الازرق ليصير عندنا هذا التدرج. بعدين راح نستخدم اللون الاحمر وراح ندهن فيه الجزء الثالث من اللوحه وراح نحاول ندمجه مع اللون البنفسجي والازرق بهذا الشكل البسيط. بعدين راح نستخدم اي شيء دائري لنرسم فيه الشمس بهذا الشكل. بعدين حندمج اللون الاحمر مع اللون الاصفر ليعطينا لون غروب الشمس وراح نسوي خطوط حمراء خفيفه حوالينها بهذا الشكل. بعدين راح نسوي بالجزء السفلي من اللوحه مثلثات مختلفه بالاطوال بهذا الشكل وراح نعبيها باللون الاسود وراح نسوي عصافير بهذا الشكل البسيط حوالين الشمس والرسمه خالصه.